نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، نبدأها بأبرز العناوين. القوات الحكومية والقبائل تكبد الميليشيات خسائر في مأرب، والقوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في تعز. القوات المشتركة تنشر اعترافات خلية تجسس حوثية تم القبض عليها في الخوخة جنوبية الحديدة. بتكليف من اللجنة الأمنية العليا، قوات اللواء الأول دعم وإسناد تتسلم مهام النقاط الأمنية في العاصمة عدن. أعلن التحالف العربي تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة. وأوضح التحالف أن عملياته أسفرت عن تدمير 18 آلية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف الميليشيات تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا. كما أعلن التحالف تنفيذ 5 عمليات استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. وأشار إلى أن تلك العمليات استهدفت آليات عسكرية وأوقعت خسائر تجاوزت 25 عنصرا إرهابيا. وعلى الأرض تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات القتال المشتعلة في الساحل الغربي ومأرب. تشتد حدة المعارك الميدانية في كافة جبهات القتال وتحديدا في مأرب والساحل الغربي الذي ما زالت تحقق فيه القوات المشتركة تقدما كبيرا وتحرر مزيدا من السلاسل الجبلية وتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. الجديد في هذه المعارك هو سيطرة القوات المشتركة على سلسلة جبلية وعدد من القرى شمال مديرية مقبنة غرب محافظة تعز. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن وحدات من القوات تمكنت من السيطرة على جبل قبنة وقرى حديجة والطفيلي، كما سيطرت ناريا على جمرك ميليشيات الحوثي في سقم شمالي مقبنة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران. أما في جبهات محافظة مأرب تكبدت الميليشيات الإرهابية أيضا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح جراء معارك وقصف مركز على امتداد مسارح العمليات العسكرية في المحافظة. وقالت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والقبائل من جهة وبين ميليشيات الحوثي من جهة أخرى في عدة مواقع، وامتدت المعارك إلى جبهات وادي ذنا وروضة جهم جنوب غرب المحافظة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات. هذا الضغط الميداني الذي تتعرض له الميليشيات قابلته الأخيرة بقصف أحد مخيمات النازحين بصاروخين باليستيين، وأدى إلى إصابة أسرة مكونة من أم وستة أطفال أحدهم إصابته خطيرة. من جهتها اعتبرت وزارة حقوق الإنسان قصف ميليشيات الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب جريمة حرب مكتملة الأركان، وطلبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين بمحافظة مأرب واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد ميليشيات الحوثي. قدمت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي إحدى المناطق النائية غرب تعز المهجرين من قراهم جراء قصف مدفعي متعمد من قبل الميليشيات الحوثية. الإغاثة شملت مساعدات إيوائية وغذائية لعشرات الأسر تلبية لنداء استغاثة تلقته الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية من قبل السلطة المحلية بمديرية الوازعية. كما أوفدت الخلية الإنسانية فريقا مختصا بالتنسيق مع السلطة المحلية ومشايخ وأعيان المنطقة لحصر بقية الأسر النازحة وسرعة توفير المساعدات لها. كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي عن جزء من اعترافات شبكة جديدة جندتها ميليشيات الحوثي للعمل لصالحها. ونشر الإعلام العسكري مقطع فيديو يظهر اعترافات 3 من أعضاء الخلية بعد أن تم القبض عليهم في وقت سابق بمديرية الخوخة. إنجاز جديد يحسب للقوات المشتركة التي عملت من خلال جهاز الاستخبارات التابع لها بعد عملية رصد وتعقب استمرت لفترة، حيث تمكنت القوات المشتركة من إلقاء القبض على خلية تجسسية تتبع لميليشيات الحوثية في الساحل الغربي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الآمنة. اشتغلت مع الحوثي
في جمع المعلومات عن القوات المشتركه. بدايه املي كان معهم قبل عامين، اتصل بعبد الله طيفي مشرف مع الحوثه، وكان يشتينا اجمع له معلومات ويعطينا كان مبلغ مالي قدره 50,000، وجزئنا التواصل على كذا، يعني اتكلم ان العمليه ان القوات المشتركه ماذا يعملوا، ماذا يتحركوا، اين يتجهوا، اين يخرجوا، اين مواقعهم. الاعضاء المنخرطون في الخليه والذي تم الكشف عنهم عددهم 3 أشخاص، 2 منهم من مديرية التحيتة والآخر من مديرية الخوخة، حيث أقر الأفراد المقبوض عليهم بالعمل لصالح الميليشيا الحوثية بما يمس بأمن واستقرار وحياة المواطنين، ويستهدف تحركات القوات المشتركة ووحداتها العسكرية. بدايتي مع الحوثيين عن المعلومات بعد مكتبي وعلي أنا كاميرات هناك علي ايش تشتغل، طلع حارسي في الكذا طلب مني على تحركات الزوارق عن الدخول والخروج، وبعدها أرسل لي 50,000 وطلب مني اشتينا روح الخوخة من شان التحركات والدقماعات في الخوخة. قتل والدي على أرض على مشاكل الأرض، ووعدوني الحوثيين أنهم شلوا ثأر والدي مقابل عملهم عن المعلومات، لا وفوا بالوعد حقهم ولا شيء. أنا أكثر المعلومات عن خفر السواحل، طلب منا عن خفر السواحل، عن الزوارق تحركات الزوارق الدخول والخروج، وعلى المواقع اللي حولنا، عن القطابة والبوزار، قلنا له قلت طلب في كل مكان مواقع، في خفر السواحل كل مكان مواقع. كنت ماشي إلى زبيد واحتجزوني في نقطة الصويق. وضمن لي شخص اسمه سالم جمال من أبناء التحيتة يعمل مع الحوثيين مشرف في زبيد يسمى أبو خالد، بشرط أن أجمع له معلومات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي. وافقت على طلب أبو خالد وتم الإفراج عني من النقطة، وبدأت أجمع له معلومات عن القوات المشتركة في الساحل في التحيتة، وهم اللواء 12 واللواء البوكري واللواء الوحش. أول عمل لي نقلت له أماكن انتشار اللواء 12 أمالقة في التحيتة، ثم بلغته أن تم نقل اللواء البوكري وتم استبداله باللواء 9 أمالقة بقيادة الوحش، ومن ثم طلب مني جمع معلومات أن اللواء 9 أمالقة. أعضاء الخلية كان لهم مهاما مؤذية تمس حياة المدنيين وتسرب سرية التحركات العسكرية الهادفة إلى دفع الأذى على المدنيين ومواجهة الميليشيا الحوثية، فقد كان مصيرهم واحد حيث وقع جميعا في قبضة العيون الساهرة من رجال الأمن والاستخبارات الذين أطاحوا بأعضاء الخلية وأحبطوا أعمالهم بعملية دقيقة وناجحة. تعيش مؤخرا مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها صنعاء، تعيش حالة رعب تتمثل في تحويل الميليشيات المدارس إلى محاضن للتجنيد. الحرب الانقلابية على الشعب لم تبقي في منابر العلم سوى الخراب، فمدارس الميليشيات يرتقي الطلاب فيها بالمراحل حسب مدة جهاده في الجبهة، حتى أن تسلم روحه كما غسلت أدمغتهم بالمعسكرات الإرهابية الواقعة في مناطق الميليشيات بمسمى الجهاد. الميليشيات حشدت الأطفال وجعلتهم وقودا لحربها العبثية، وتمنحهم الرواتب والمناصب الوهمية مستدرجة نقطة الضعف التي يعانونها. في ظل أزمة انقطاع الرواتب وانعدام السيولة في البلاد، عدا عن أنها غيبت الطفولة من ملامحهم وأعدمتها وأدخلت المفاهيم الطائفية والإرهابية بمسمى الجهادية حتى لا يبقى لديها زاوية تحكر بها عقلية الأطفال إلا واستغلتها، فتوجهها للمدارس يعكس حقيقة فكرها المنحرف عن مسار النشأة الطبيعية وتحقير التدريس حتى أن انحدر لأسوأ مستوياته في العالم. الحكومة اليمنية على مسمع ومرأة من كل ما يحدث للأطفال من تحشيد وتوجيه وغسل للأدمغة والعقول، وقد نددت مرارا وتكرارا بجميع هذه الممارسات العبثية بحق الأطفال في مناطق السيطرة، واستنكرت موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، مشيرة إلى أن الجهات الدولية المعنية لم تتخذ أي إجراء يذكر لوقف جرائم الإبادة
القيادة الجماعية لأطفال اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها من القيادات والعناصر عن هذه الجرائم بحق الطفل اليمني الذي ضيعت الميليشيات أبسط حقوقه في العيش بحرية في بلاده. بتكليف من اللجنة الأمنية العليا، تسلمت قوات اللواء الأول دعم وإسناد وقوات العاصفة مهام النقاط الأمنية وتأمين مديريات العاصمة عدن بعد إدخال قوات الحزام الأمني دورة تأهيلية، وذلك لتطوير المنظومة الأمنية. تنفيذا لتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية المكلفة من قبل محافظ عدن وقيادة الأحزمة الأمنية، تسلم اللواء الأول دعم وإسناد مهام النقاط الأمنية في مديريتي المنصورة والبريقة لسد مواقع قوات الحزام الأمني الذي دخل أفراده دورة تأهيلية ضمن خطة تطوير المنظومة الأمنية. تم الانتشار في بدل قوات الحزام الأمني، وكان الانتشار هو تأهيل الحزام الأمني خلال دورات شهرين، وكان في التأمين والنقاط من اللواء الأول هي 4 مديريات في العاصمة عدن. وخرجنا من هذه التأمينات، تأمين هو تأمين المواطن وحياة الشعب يعيش مستقر، ونكافح جميع من الإرهاب، القاعدة، داعش، المخربين، اللصوص. اللجنة الأمنية العليا نوهت أن اللواء الأول دعم وإسناد وقوات العاصفة ستتسلم أمر النقاط وتأمين المدينة، وذلك يأتي ضمن خطة معدة لتأهيل أفراد الحزام وإعادة انتشارهم بعد الانتهاء من دورتهم الأمنية، لتقوم قوات العاصفة واللواء الأول حاليا بتأمين كل مديريات عدن حسب تأكيد اللجنة المكلفة. تسلمنا الآن مديريات البريقة والمنصورة ودار سعد والشيخ، وقمنا بتأمين مديرية البريقة بالكامل، انتشرنا إلى إنما وبير أحمد وجعولة، ثم انتقلنا إلى المنصورة وبعدها الشيخ ودار سعد، إلى أن نستكمل كامل مهامنا المنوطة إلينا. موكل إلينا مهام ضبط السيارات المخالفة والمسلحين المجهولين وضبط ناس مطلوبين وأطقم العسكرية الذي بدون صريح ولا لديها تعريف عسكري، وإن شاء الله قايمين بمهامنا على أكمل وجه. ونزلنا قبل يومين بهذه الحملة مستلمين العاصمة عدن إن شاء الله، وحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، ومستعدين لتنفيذ توجيهات قيادتنا المباشرة. اللواء الأول نشر وحداته في مداخل ومخارج البريقة والمنصورة وصولا إلى بير أحمد، وسيتسلم مهام النقاط في الشيخ عثمان ودار سعد، فيما تستكمل قوات العاصفة باقي المديريات ليتم تأهيل قوات الحزام آملا في الرقي بمستوى الخدمات الأمنية وتجاوز العشوائية. تأهيل قوات الحزام الأمني خطوة مهمة في سبيل تعزيز المنظومة الأمنية، كما أن تسليم النقاط الأمنية ومداخل ومخارج المدينة لقوات اللوائين الأول دعم وإسناد وقوات العاصفة يمثل انتصارا للمواطن، كون هاتين القوتين هما الأكثر انضباطا، كما أنهما تمثلان القوة الضاربة في قوام القوات الجنوبية. صالح حنش، الغدو المشرق، عدن. تتابعون في النشرة بعد الفاصل. ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تنظيم معرض للرسم في عدن. أهلا بكم من جديد. أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ من الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر معرضا للرسم، حيث تلقي الرسومات المشاركة في المعرض الضوء على بعض الظواهر السلبية مثل العنف الأسري والتحرش والزواج المبكر. ضمن أنشطة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، نظمت الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر معرض الرسم.
المعرض هو طبعا يتراوح ل 17 رسامة، وسيتم اختيار فائزتين من هؤلاء الفنانات المبدعات عن طريق لجنة تم اختيارها من جامعة عدن، فهم أساتذة ودكاترة لهم يعني خبرة في هذا المجال. في طبعا بتكون في معايير معينة سيتم اختيار فيها هذه الرسمتين، وسوف يكون التكريم في الحفل الختامي. لوحتي طبعا أنا اشتغلت، اخترت اللون البرتقالي اللي هو يرمز للون العالم برتقاليا ومناهضة العنف ضد المرأة، واخترت فيها اللون الأبيض اللي هو المساحة الآمنة اللي احنا لازم نخلقها عشان نعطي للمرأة قوة ونعطيها إمكانية إنها تعمل شيء في هذا المجتمع. يأتي المعرض في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، ويهدف إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات الهامة من العنف الأسري والتحرش والزواج المبكر الذي تم التعبير عنه برسومات وفنون الرسم من قبل النساء المشاركات. بالنسبة للتقييم نركز على الموضوع والفكرة والخطوط والأبعاد والألوان وتكوين الموضوع وكيف تم التنفيذ، إلى جانب إحنا كمان المفروض نسأل المشاركين هل هم يعني لهم سوابق بالأعمال المشاركات والعمل نفسه في الفن التشكيلي. رسمتي عبارة عن يعني فتاة تخرج من إطار العنف والعوامل المسببة له، بحيث إنها تكسر بقوتها كل القيود وتخرج للحياة بدون عنف وبدون أي يعني أي من المسببات له، عشان تعيش حياة سعيدة بدون أي عنف بدون أي ضغوطات غير يعني عن إرادتها. حملة العنف ضد المرأة في معرض الرسم ستساند النساء في خلق فرص تمكين وتوفير سبل العيش لهن، ويجب التضافر من أجل التخفيف من العنف ضدهن. معرض رسومات ومشاركة النساء والفتيات فيه سيزودهن قوة لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى دعمهن في مجال التمكين الاقتصادي بالبلاد. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن. أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. بلغت أعداد الإصابات العالمية بفيروس كورونا نحو 268 مليون و900 ألف حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 5 ملايين و300 ألف حالة. أما بشأن المتحور أوميكرون فقد أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسجيل 40 إصابة جديدة به، ومعظم المصابين من الحاصلين على لقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات بسبب أوميكرون في الولايات المتحدة. أما في الصين فأصيبت موظفة في معمل بكوفيد 19 بعد تعرضها لعضة فأر مصاب بفيروس كورونا، لتكون أول حالة إصابة محلية تسجلها البلاد منذ أكثر من شهر. وفرضت السلطات الحجر الصحي على 94 موظفا خالطوا العامل المصابة، ودعا عدد من الخبراء إلى إجراء المزيد من التحقيقات لتأكيد ما إذا كانت عضة الفأر هي مصدر انتقال الفيروس. مددت السلطات المغربية العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة حتى 31 من ديسمبر الجاري بهدف مكافحة جائحة كورونا. وبحسب المديرية العامة للطيران المدنية المغربية تستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط الحصول على موافقات مسبقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القوات الحكومية والقبائل تكبد الميليشيات خسائر في مأرب، والقوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في تعز. القوات المشتركة تنشر اعترافات خلية تجسس حوثية تم القبض عليها في الخوخة جنوبية الحديدة.
شاهدتم أيضا بتكليف من اللجنة الأمنية العليا قوات اللواء الأول دعم وإسناد تتسلم مهام النقاط الأمنية في العاصمة عدن. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي.com وبإمكانكم أيضا متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.